موجز الخامسة من تلفزيون دنيا. السلام عليكم ورحمة الله. السيد الرئيس بشار الأسد يشارك آلاف الطلاب وبحضور عائلات الشهداء منهم بإزاحة الستار عن النصب التذكاري لشهداء الجامعات السورية في جامعة دمشق. هذا وقد عبر طلاب جامعة دمشق عن وقوفهم في خندق واحد في مواجهة الإرهاب وعن تفاؤلهم بالخروج من الأزمة منتصرين بفضل تضحيات وصمود السوريين شعبا وقيادة وجيشا. يعني انه اليوم وقت نزل الرئيس كانت احلى فرحه للشعب كلياته، يعني نزلته على انه هيك تحقق حلمي اليوم انا، يعني هيك انه وقت اللي شفته حسيت انه خلص انه ما عاد بدي شيء من هي الدنيا كلياتها، وانه الله يخلي لنا اياه ويهديمه رئيس لهالدنيا كلياتها مو بس لسوريا. نحن اثبتنا اليوم انه نحن صامدين بوش ارهاب وكل شيء عم يجي من تسليح واعداء من برا، نحن صامدين بوجود رئيسنا الله يحميه فوق راسنا يا رب، وجيشنا صامد وان شاء الله يا رب تنتصر سوريا والله يحمي الجيش. اثبتنا للعالم كله ان نحن صامدين بدماء شهدائنا الابرار، هن اعطونا دفع لقدام، نحن بقيادتنا الحكيمه وشعبنا هذا الصامد رح نتحدى العالم كله، ونحن معك يا بشار. احتراما لارواح شهداء زملائنا طلبه الجامعه، نقول للارهاب نحن صامدون ونتحدى الارهاب، وكملت فرحتنا بنزيل قائدنا الرئيس بشار الاسد، صامدون والله يحمي سوريا والرحمه لجميع الشهداء في سوريا. تحيه للجيش العربي السوري البطل وتحيه للقائد بشار حافظ الاسد، وان شاء الله النصر على ايده يا رب عن قريب. ما فيني اقول لك شو الموقف لانه نحن ما لقيت شيء اعبر فيه، انا كرجال دموع الرجال صارت بعيوني من الفرحه اللي انا كنت فيها لانه بس اني شفته، يعني انا كان حلمي اني اسلم عليه كحلم بس حلم، والله انا كنت اطلب من رب العالمين اني اشوفه وخلص انه ياخذ اللي بده ياخذ امانته مني، لانه لا حلم 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 وانا بوجه له تحيه من قلب. سياده الرئيس نحن معك لاخر نقطه دم، لاخر نقطه دم. اليوم سياده الرئيس نزل لهون ليثبت انه هو بين كل مواطن سوري، اليوم بعد اللي شفته انا ما عاد يهمني شيء يموت، رحمه لارواح الشهداء جميعا. الله يطولنا بعمر سياده الرئيس، الله يخلينا اياه زيارته مباركه لنا، يعني اكرمنا وكبرنا بلقائه ونحن الله يحمينا اياه ويحمينا قائد هذا الوطن. ونحن حتى لو ما حملنا السلاح بوجه الارهابيه، نحن بدنا نحاربهم بالعلم وبدنا نكون اقوى منهم بالعلم وبالايمان وبحب الوطن. هي مو اول مره بيشاركنا هو باي فعاليه بنعملها، دائما هو معنا، دائما مع طلاب الجامعه، مع اي حدا من الشعب هو دائما معودنا هيك. بدي اقول بس للشهداء اللي راحوا من كليه العماره سواء بجامعه حلب او بجامعه دمشق، نحن ما رح ننساكم، نحن حنكفي الطريق بعدكم، سوريا رح تعمل بايدينا، وكل نقطه دم نزلت على هالارض ما رح ننساها، ان شاء الله رح نقدر نكفي المشوار بعدكم، ونحن مع سوريا ومع السيد الرئيس لحتى نحقق النصر يلي كلنا ناطرينه. هذا وقامت المؤسسات الأرثوذكسية العربية في القدس المحتلة أمس جنازا ومسيرات بمناسبة يوم الجمعة العظيمة، حيث مشى الآلاف بمسيرات مقتفين الطريق الأخير الذي سلكه السيد المسيح عليه السلام درب الآلام إلى كنيسة القيامة. وقال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سباستيا للروم الأرثوذكس في كلمة وجهها أمس بهذه المناسبة: إننا مع شعبنا الفلسطيني في نضاله المشروع حتى تحقيق حريته الكاملة وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وتحرير كافة الأسرى. وأضاف المطران حنا إن القلوب يعتصرها الألم والحزن بسبب ما يجري في سوريا، معبرا عن إدانته الشديدة للعمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأبرياء في الحرب القذرة ضد سوريا والرامية إلى تدمير كل شيء فيها. إلى ذلك حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم كنيسة القيامة شرق مدينة القدس المحتلة، ونشرت عناصرها بشكل مكثف في ساحات الكنيسة وداخلها، وذلك تزامنا مع احتفال المسيحيين بسبت النور. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن تسليح الأطراف وليس الدول يتعارض مع الشرعية الدولية، ويجب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في بيان جنيف وليس صب الزيت على النار. وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية سلوفينيا كارل أريافيتس في ليوبليانا أمس إن الحديث عن إمكانية تزويد المعارضة بالأسلحة والمعدات المميتة أو غير المميتة يدل على الرهان على الحل العسكري لا السياسي. كشفت صحيفة الديار اللبنانية أن السلطات التركية تقوم بسرقة أعضاء الجرحى السوريين الذين يصلون إلى أراضيها بعد قتلهم. وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم إن السلطات التركية تقوم بأخذ الشبان والشابات من الجرحى السوريين
الذين يدخلون الأراضي التركية إلى مشاف في أنطاليا ولواء اسكندرون، حيث تقلهم سيارات محروسة من الشرطة والمخابرات التركية، ويجري تخديرهم وسحب الأعضاء من أجسامهم وقتلهم بعد ذلك، ومن ثم دفن أكثريتهم في الأراضي التركية تحت حجة أنهم لا يستطيعون إرسالهم إلى قراهم. أكد وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للأجواء اللبنانية تأتي في سياق الاعتداءات المتواصلة التي تقوم بها على سيادة لبنان وتدلل على النزعة العدوانية للسياسات الإسرائيلية. وأوضح منصور في تصريح له اليوم أن هذه الانتهاكات تبين الطبيعة العدوانية لإسرائيل ضد لبنان، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لجهة إلزام إسرائيل احترام القرارات الدولية، ولا سيما القرار 1701. وحذر منصور من أن مثل هذه الاعتداءات الإسرائيلية ستزيد من التوتر وتفجير الأوضاع، وستزيد من دفع المنطقة إلى تأجيج الصراع فيها وإدخالها في المجهول. نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية تقريرا عن تدهور الأوضاع الأمنية في مصر منذ عامين وحتى اللحظة، وكتبت الصحيفة تحت عنوان المصريون أصبحوا ضحايا ارتفاع الجريمة أن ظهور موجة من الجريمة في جميع أنحاء مصر على عكس ما كانت تشهده البلاد في تاريخها الحديث قلب حياتهم وغير نفسية الأمة بأكملها التي كانت تعتبر سابقا خالية من الجرائم العنيفة. ويقول مسؤولون في وزارة الداخلية إن معدل الجريمة تضاعف 3 مرات في مصر منذ ثورة 2011، ففي عام 2010 وصل معدل الجرائم حوالي 774 حالة، وتضاعف هذا الرقم 3 مرات في عام 2011 حتى وصل إلى 2144، وهو رقم يشمل بعض الذين قتلوا في الاحتجاجات المشحونة سياسياً التي شهدتها البلاد. أعلن مسؤول أمريكي أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية شددت إجراءات منح الأجانب تأشيرات دخول للدراسة. ونقلت رويترز عن المسؤول الذي اطلع على مذكرة أصدرتها إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قوله إن تعليمات صدرت للضباط بمراجعة تأشيرات جميع الطلبة بشكل فعال وفوري على قاعدة بيانات الطلبة والمدارس الدولية الخاصة بشبكة معلومات تبادل الطلبة والزائرين. عثر رجال الإنقاذ في قرغيزستان اليوم على جثتي الطيارين الأمريكيين اللذين تحطمت طائرتهما في جبال قرغيزستان بعيد إقلاعها إلى أفغانستان. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدث باسم وزارة الأوضاع الطارئة القرغيزية قوله إنه عثر على جثتي الطيارين هذا الصباح قرب المكان الذي تحطمت فيه الطائرة، مشيرا إلى أنه لم يتم العثور بعد على جثة الطيار الثالث. بدوره قال وزير الأوضاع الطارئة كوباتبيك بورونوف في تصريح صحفي إن الأمريكيين في قاعدة ماناس قرب العاصمة يحاولون تحديد هوية الطيارين القتيلين ويجرون تحقيقاً حول أسباب سقوط الطائرة. ختام الموجز بأمان الله.